السلام عليكم فروم ذا توك فروم ذا اكس فروم ذا دي معكم عبد توك سيدي. والنهارده عندنا فود درافت اللي انتوا حابينه جدا اللي انا اشوف اختار من غير ما اشوف. النهارده عندنا المحاولات اللي انا اعملها ان شاء الله من غير ما اشوف اختار اقصى تشكيله. فليتس جو على طول كده نبدا باول تشكيله وان شاء الله يا رب ما يضيع علينا يا رب. اكيد لو انتوا عجبكم الفيديو كل واحد حاليا تغطوا لايك وليتس جو على طول خلينا نبدا على طول هنشوف التشكيله اول حاجه هنخش على طول هنشوف التشكيله ونختارها احنا. فيلا اوكي خلينا نختار التشكيله دي واول لعيب. اوكي خلينا ما اشوفش اختار اللعيب رقم اوكي يا رب اللعيب الاسطوري رقم 3 يلا ابو زيد. لا انا اخترت اضعف واحد حرفيا يا جدع. يعني انا اخترت ستيرلينج اللي هو اوحش الوحشين اوحش واحد حرفيا سيبتني يا رب. اوكي بدايتك كده اوكي خلينا نروح للسي اف. اوكي خلاص ده اخر واحد هضيع عليه حاليا. هنختار اللعيب رقم 2 ليتس جو. اوكي 3 يا رب اوكي حلو احسن وحشين بس تشكيلتنا زفت لحد دلوقتي. اوكي الجناح اليمين ممكن يكون ليونيل اندريس ديل ميسي بيكون هيكون في الرقم 1 يا جدع. حرام ما جبتش سانشو حتى. اوكي فراز الحربة هيكون رقم 5. لا اوكي رقم 5 ليتس جو على طول موت شامبيون دي كيليان مبابي ليتس جو على طول. انا قلت شفت رونالدو فقلت لا بص كيليان مبابي ليتس جو على طول. كيليان مبابي 97 من غير ما اشوف يا جدع ليتس جو. واحد اللي ما يكون نيمار ان شاء الله في الرقم 4 يعني صار اليمين رقم 1 يعني رقم 3 اوكي فرناندينو يشبك مع فابينو حلو ماشي. السي بي هيكون رقم 1 اوكي حلو والله يعني عمالين نجيب تناغم والله حلو جدا. اوكي اللي بعد والله رقم 4 اوكي والله حلو جدا يا جدع عمالين نعمل تناغم ثلاث لعيبه متناغمه مع بعض ورا بعض. اوكي الحارس المرمى يكون رقم 1 يلا 1 اوكي والله حلو يا جدع والله ما بشوف وعامل تناغم اسطوري يا رب. شوف التناغم اوكي باذن الله انا حاسس ان كريستيانو او حد جامد او ايكون هيكون هنا في الرقم 4 ده حارس. اوكي الرقم 5 اوكي حلو مراد حلو جدا والله. اوكي اللي بعده الرقم 5 هنختار الرقم 4 اوكي اللي بعده هنختار رقم 1 اوكي يلا يا جدع اوكي رقم من 1 لـ 5 اختار 5 حلو والله العظيم حلو جدا هيشبك كمان. اوكي اخر واحد الرقم 1 اوكي حلو والله تناغم حلو جدا. اوكي ممكن يكون احسن درافت من اول مره نعمل احسن درافت من غير ما نشوف. اوكي رقم 4 ليتس جو. واحد لـ 5 اختار الرقم الله 3 حرام يا جدع كان ممكن اعمل احسن درافت في تاريخي. اوكي اللي بعده رقم 5 اوكي ليتس جو على طول. الكل يدور كريستيانو رونالدو من غير ما اشوف طلعت يعني ضاع عليها 93 هيشيل 95 ليتس جو. اوكي اللي بعده هيكون رقم 1 باذن الله رقم واحد باذن الله. اوكي اخر واحد ونقفل على الدرافت ونروح الدرافت اللي بعده رقم 4 باذن الله 4 خي اسجوا على طول الدرافت اللي بعده باذن الله. عملنا تناغم كمان فليتسجوا على طول الدرافت اللي بعده باذن الله يكون احسن. فيلا فليتسجوا على طول الدرافت اللي بعده باذن الله مش هضيع لان المره دي لازم اركز. انا ما كنتش مركز المره اللي فاتت لكن المره دي اركز واختار رقم 1 بقى ليتس جو. نجيبه المرة دي عيزيبي والمالك العالمي البرتغالي المتهبر ليه
حاسس اني جيت، كنت حاسس اني جيت. اوكي اللي بعده والله الله. اوكي رقم خمسة يعني اوكي، خلينا نجيب الاقل للاعلى. اوكي الحارس هيكون رقم ثلاثة. اوكي قلب الدفاع من واحد لخمسة هيكون عندنا الراموس الرقم اثنين. والله كنت قريب يا جدع، والله كنت قريب. اوكي اللي بعده اوكي قلب الدفاع الثاني مفيش حد، فاختار رقم اربعة. يا جدع ضاع عليا كنت الرشق، بس يلا عاد. اوكي الظاهر اليمين اختار رقم خمسة. لا والله كنت بقول أربعة بس جت. يا حرام يا بتسلكش. أوكي بإذن الله اختار واحد حلو المرة دي في الرقم واحد يعني منين. رقم ثلاثة للي بمن سيكون، أعدكم أنه سيكون خيارا جيدا. رقم ثلاثة أخي. أوكي كم يكون مين. أوكي بإذن الله اختار واحد حلو إن شاء الله يكون رقم واحد. دينيلا كلهم زي الزفت والله. اوكي اللي بعده هيكون رقم واحد برضو. لا والله يا جدع كنت بفكر اختار اثنين، والله كنت بفكر اختار اثنين. اوكي هنتعوض باذن الله. طلع لنا وزيبيو، هنتعوض المره دي. اوكي الحارس هيكون رقم أربعة. اوكي من واحد لخمسة اختار المدافع رقم ثلاثة. اوكي بإذن الله اختار واحد حلو بإذن الله يكون الرقم أربعة. اوكي رقم واحد. واحد يا عم حلو أشرف حكيمي يمشي الدنيا. اوكي من واحد لخمسة سنختار الرقم كركز مركز رقم خمسة ليتجو على طول. رونالدينو السابقة والحريف رونالدينو. يا رباه رونالدينو المجمد. ليتس جو والله بقت تشكيلة عالمية. اوكي من واحد لخمسة نختار الرقم ركز من واحد لخمسة نختار الرقم أربعة. الحمد لله انا ما اخترتش لوطار بس يلا. اوكي من واحد لخمسة نختار واحد حلو باذن الله يكون الرقم خمسة. اخر خمسة ده احسن درافت مانيش فيه. اوكي من واحد لخمسة نختار رقم ثلاثة. كله زي الزفت. من واحد لخمسة اختار الرقم واحد يا اخي حرام عليك. اوكي اخر ثلاثة احساسي في اخر ثلاثة ان ممكن واحد جامد يطلع، فيطلع واحد جامد دلوقتي في الرقم ثلاثة. اخر اثنين الرقم هيكون كم؟ الرقم هيكون أربعة. يعني مش سيء قوي ولا حلو قوي. يلا ماشي الدنيا، هيمشي الكيمستري على فكرة. بص اخر واحد هيكون رقم كم؟ رقم اثنين. دي احسن بكتير من التشكيلة اللي قبلها كتقييم وكتناغم. فليتس جو على طول لاخر تشكيلة واللي ان شاء الله هتكون احسن. يلا ليتس جو على طول الدرافت اللي بعده باذن الله يطلع واحد جامد باذن الله. اخر درافت هيكون الرقم كام؟ مش عارف. اخر درافت هيكون الرقم اوكي الرقم خمسة. لا اوكي ركز. اوكي من واحد لخمسة اختار رقم ثلاثة. اوكي من واحد لخمسة اختار رقم ثلاثة. اوكي يعني مش وحش اوي. اوكي هنا اختار رقم خمسة. يا الله حرام. اوكي من واحد لخمسة رقم خمسة. يعني حلو والله مش وحش. انا مش عارف انا زعلان ليه بس حلو. اوكي اللي بعده من واحد لخمسة اختار رقم ثلاثة وباذن الله يكون الكي دي بي كيفن دي بروين. حارس المرمى ايدرسون 94 في الرقم ثلاثة. والله ما اعرف بس طلع 88 بس قلت ايدرسون والله انا قابل. اوكي السي بي خلينا نعملها ثاني.
راموس في الرقم 2. ما كانش في راموس. فيرجل فان دايك في الرقم 4. فيرجل فان دايك في الرقم 4. والله قريب قريب صح. انا جبت اقرب حاجه يعني، ما اقدرش اعمل اكتر من كده. اوكي الاربي هيكون الرقم 5. ليتس جو. حلو والله حلو والله حلو. مش وحش ابدا. ليتس جو. اوكي ال بي هيكون الرقم كام؟ ال بي هيكون جوردي ألبا الرقم 3. مستحيل يكون واحد غيره. جوردي ألبا الرقم والله اقرب واحد. والله اقرب واحد. يعني مين اقرب واحد هنا موجود مع جوردي ألبا؟ اكيد مارسيلو. اوكي حارس المرمى الاحتياط هيكون رقم 5. ليتس جو على طول. اوكي حلو ليتس جو. تيبو كورتوا ليتس جو. اوكي الدفاع الاحتياط هيكون من 1 ل 5 من 1 ل 5 من 1 ل 5 هيكون رقم 5. اوكي من 1 ل 5 اختار الرقم 3 باذن الله. يعني يا عمي اوكي من واحد لخمسة اختار رقم 4. ليتس جو. حلو جدا احسن واحد موجود. كاسيميرو. ليتس جو. خلينا نركز. في واحد جامد دلوقتي بس موجود في الرقم 4. يا دي النيلة. اوكي ركز معاي. الرقم كام؟ الرقم 4 تاني. ليتس جو. احسن واحد. مش احسن واحد. كان في نيمار يا عم. اوكي من 1 ل 5 من 1 ل 5 انا حاسس ان في ليونيل ميسي او كريستيانو رونالدو او صلاح فاختار رقم 4. اوكي سيداتي ساداتي ليديز اند جنتلمان اعظم اختيار في التاريخ الرقم 1. ليتس جو ساديو ماني. مع ان صلاح ضاع بس ليتس جو. حلو اوكي من 1 ل 5 من 1 ل 5 من 1 ل 5 اختار رقم 2. هذه النيلة. صلاح فيها صلاح. ما تيجي يا صلاح مرة. اوكي من 1 ل 5 اختار الرقم 4 باذن الله. هيجي رقم 4. اوكي اخر اثنين خلاص. اخر اثنين يلا رجع. اخر اثنين واختار رقم 1. اخر واحد يا تيجي معايا ما تجيش. ضيعت رونالدو هنا اخر واحد هيكون الرقم 4. حرام يا جدع. اسوأ واحد اكيد. الثاني كان احسن بكتير. اكيد انتوا قولوا لي الثاني ولا الاول؟ الثاني اكيد. ده فاشل الدرافت. ده فاشل. لكن انتوا عايزين نعمل ثاني ونعمل نسخ ثانيه كل ما ننزل تشغيل الموسم كلها تنزل بقى مع براحتها كده نعمل واحده ثانيه لو انتوا عايزين. فلو انتوا عجبكم الفيديو كل وقت علينا نقدر اللايك ولا تنسوا تشتركوا في قناتنا وفعلوا الكامبيات عشان توصلوا لكل اللي بيضغط على طول. بس كان معكم عبدو والسلام عليكم.